مرحبا بكم الناس الكل، نحكيو على تشكيلة النجم الرياضي الساحلي في مواجهة المريخ السوداني. يخوض اليوم الجمعة النجم الرياضي الساحلي مقابلة إياب الدور نصف النهائي للبطولة العربية ضد المريخ السوداني، وسيتعمد المدرب روجي لومير على التشكيلة التالية لبداية المباراة: كريدين، أجمل، بوغطاس، بن عزيزة، كشريدة، الحناشي، كريم العواضي، محمد أمين بن عمر، إياب المساكني، ياسين الشيخاوي، واللاعبي حظ موفق لممثل كرة القدم التونسية النجم الرياضي الساحلي.